صباح الخير أصدقائي، مساء الخير أصدقائي. معكن أنا الأنسة بترا، وأنا معلمتكن للغة العربية. لاحظتوا أصدقائي، سمعتوا كلمة صباح الخير ومساء الخير. هيدي التعابير بنستعملها لما بدنا نسلم على حدا. خليكن معي تعلمكن أكتر كلمات. رح أرجع عيد. صباح الخير في الصباح لما بدي سلم على حدا، صباح الخير. مساء الخير عند المساء، عشية منقول مساء الخير. لما بدي ودع حدا بقول له إلى اللقاء. لما استقبل حدا عندي بالبيت بقول له أهلا وسهلا. قبل ما روح على أوضتي ونام بقول لأهلي دايما تصبح على خير، تصبحون على خير. لما حدا يعطيني حيلا غرض بقول له شكرا. لما أغلط بحق حدا، بحق أصدقائي ورفاقي، بقلن أعتذر. أصدقائي، أنا علمتكن اليوم كلمات فيكن تستعملوها بحياتكن اليومية. قبل ما نبلش حصتنا لليوم بدي منكن تسمعوا أغنية بشكل جيد جدا وتحفظوها، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. نحن الأشكال، نحن الأشكال. أنا مربع، أنا مربع، موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. لي أربع جوانب، أنا مربع، أنا مربع. نحن الأشكال، نحن الأشكال. أنا دائرة، أنا دائرة، ليس لدي بداية وليس لدي نهاية. أدور أدور وأتدحرج، وأتدحرج باستمرار. أنا مثلث، أنا مثلث، لدي ثلاث جوانب وأنا شكلي جميل. أنا مستطيل، أنا مستطيل، وأنا مربع طويل. أنا نجم، أنا نجم، أنا نجم في السماء. عندي خمسة أذرع. أنا نجم، أنا نجم، أنا نجم، أنا نجم. نحن الأشكال. أصدقائي، تتذكروا بالحلقة السابقة أي حرف نحن درسناه؟ تذكروا معي، صح، حرف الزاي. خلينا نعمل مراجعة صغيرة لحرف الزاي مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة. حرف الزاي قلنا كيف منكتبه؟ نرسم موزة، موزة، منحط فوق نقطة. ز، زاي. مع الأصوات القصيرة كيف بينكتب حرف الزاي؟ زاي مع فتحة. ز، زاي مع ضمة. زو، زاي مع كسرة. زي. هيدي الأصوات القصيرة. الأصوات الطويلة زاي مع ألف. زا، مدى، صوت طويل. زا، زاي مع واو. زو، وزاي
مع ياء زي. إذن حرف الزاي مع الأصوات القصيرة ز زو زي، مع الأصوات الطويلة ز زو زي. أصدقائي، بدي منكن هلأ تسمعوا لقصة، تركزوا عليها منيح، تحفظوا كل حدا شو عمل وشو كتب، لأن عندي أسئلة لإلكن، وأنا بلاقيكن بالفقرة التانية. قدم الأولاد إلى والديهما هدايا. قدم نزار لهما زهرية فيها أزهار زنبق، أما زينة فكتبت لهما بطاقة حب. والدينا العزيزين، أحبكما أكثر من الكرز والزبيب، أحبكما أكثر من الموز والفريز. كل عيد وأنتم بخير. استمعتوا للقصة أصدقائي؟ ركزتوا عليها كتير منيح؟ بتمريننا هلأ عندي أسئلة، الأسئلة حول القصة، بدي منكن تساعدوني. خلينا نشوف أول سؤال. ماذا قدم الأولاد لوالديهما؟ شو قدموا الأولاد لأهلهم لوالديهما؟ تذكروا أصدقائي، صح، هدية أو هدية. خلينا نكتب هدية. هدية. خلينا نشوف السؤال الثاني، ركزوا معي. ماذا قدم نزار لهما؟ شو قدم نزار؟ تذكروا أصدقائي، صح، مزهرية أو زهرية. زهرية. سؤال الثاني، ماذا وضع في الزهرية؟ شو حط بالمزهرية أو الزهرية؟ تذكروا أصدقائي، نحن بالزهرية شو منحط؟ ورد. لكن نزار شو حط؟ صح، أزهار زنبق. خليني اكتبها هون، أزهار تحت زنبق. سؤال الثالث لألكن، ماذا قدمت لهما زينة؟ شو قدمت لهم زينة؟ قلنا نزار قدم أزهار، زينة شو قدمت لأهلها لوالديها؟ صح، بطاقة حب. خلينا نكتب بطاقة حب. بطاقة حب لأنه كتبت زينة بقلبها قدي بتحب أهلها، قدي معلقة فيهم. أوقات كمان منكتب بطاقة معايدة، بس يكون عيد رفيقنا نكتب له بطاقة معايدة، لكن زينة كتبت بطاقة حب وقدمت لوالديها بطاقة حب. خلينا نشوف السؤال الرابع، أكثر من ماذا تحب زينة والديها؟ أكثر من شو بتحب زينة أهلها والديها؟ شو قولكن أصدقائي؟ أكثر من شو؟ تذكروا معي، في أربع أشياء بتحب أهلها أكثر منن، شو هن؟ صح، زبيب. تحبون أكثر
من زبيب، أكثر من شو كمان؟ صح، فريز أو فراولة. منقول كمان فراولة. أكثر من أي نوع فواكه كمان بتحب؟ شو أقولكن أصدقائي؟ شو أكثر شي ركزوا بالقصة؟ أي نوع فواكه كمان؟ صح، كرز. كرز. عنا بعد نوع فواكه، صار عنا فريز وكرز، صاروا فواكتين. تالت فواكه شو هي؟ صح، موز. موز. إذن بتحبن أكتر من الزبيب، أكتر من الفريز أو فراولة، أكتر من الكرز، وأكتر من شو؟ من الموز. صح. آخر سؤال عنا، إذا حضرتوا أصدقائي يعني كنتوا شاطرين كتير واستمعتوا للقصة بشكل جيد. خلينا نشوف آخر سؤال. ماذا تمنت لهما في آخر البطاقة؟ شو تمنيت؟ مين يعني تمنيت؟ عم نقصد زينة، لأنه زينة كتبت البطاقة. ماذا تمنت لهما في آخر البطاقة؟ شو أقولكن أصدقائي؟ شو تمنت لهم؟ صح، كل عيد وأنتم بخير. كل عيد وأنتم بخير. بس يكون عنا عيد ميلاد أصدقائي وبتكون تعيدوا حدا، فيكن تقولوا له كل عيد وأنتم بخير. أنتم يعني لوالدي زينة. لما بدنا نعيد حدا فينا نقول له كل عيد وأنت بخير. أصدقائي خلينا نرجع نشوف الأسئلة تنشوف إذا نحن جوابنا صح. أول سؤال، ماذا قدم الأولاد لوالديهما؟ شو قدموا لهم؟ هدية. نحن دايماً منقدم هدية. ماذا قدم نزار لهما؟ قلنا زهرية أو مزهرية. ماذا وضع في الزهرية؟ شو حط بالزهرية؟ أزهار زنبق. أزهار وزنبق. ثالث سؤال، ماذا قدمت لهما زينة؟ بطاقة حب. بطاقة حب كتبت فيها قديه بتحب أهلها. فينا نقول كمان بطاقة معايدة. لما بدنا نعايد حدا نكتب له بطاقة معايدة. أكثر من ماذا تحب زينة والديها؟ قد ايه قالت لهم هي بتحبهم؟ بتحبهم أكثر من زبيب، من الفريز أو فراولة، من الكرز، ومن الموز. آخر سؤال، ماذا تمنت لهما في آخر البطاقة؟ كتبت لهم زينة كل عيد وأنتم بخير. وإن شاء الله كل عيد بيمرق عليكم أصدقائي وأنتم بتكونوا بألف خير. خليكن معي مركزين، خلوا الورقة والقلم دايماً قدامكن، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. عند إلكن أصدقائي لعبة بهيدي الفقرة. تمريننا بيقول اكتب اسم الصورة. بدكن تساعدوني تنحزر كل صورة شو اسمها. أول صورة عنا
منلاقي تلات حبات. حبات شو هو؟ لونن أخضر. صح، زيتون. زيتون. برافو أصدقائي، جيد أصدقائي، عم بتساعدوني بشكل ممتاز. الصورة الثانية، عنا شكل مدور باللون الأحمر، لون الزهري، لون الأخضر، واللون الأزرق. وين منشوف هيدا الشكل؟ صح، على الثياب. إذن شو منقلون؟ صح، أزرار. أزرار. جيد أصدقائي، صورة الثالثة. شي كتير طيب. شو منقله؟ نوع فواكه. صح، شو منقله؟ فريز. صح، أو فراولة. فريز. أيضا عنا نوع فواكه. شي كمان كتير طيب وبيعطينا طاقة. شو اسم هالفواكه؟ صح، موز. صورتنا عنا اللون البرتقالي. البرتقالي أول ما نفكر دغري نفكر بالليمون، لكن الشكل عنا ليس مدور إنما طويل. إذن يلا ساعدوني. صح، جزر. جزر. لاحظتوا أصدقائي بالكلمات اللي استعملناها عنا حرف الزاي. خلينا نشوف آخر صورة، كمان شي كتير طيب، شي كتير بشهي. ناكل هيدي الفواكه بالصيف. شو اسمها؟ صح، كرز. كرز. خلينا نرجع نشوف مرة أخيرة صور. أول صورة عنا زيتون، استعملنا حرف الزاي. الصورة الثانية أزرار، أيضا استعملنا حرف الزاي. الصورة الثالثة فريز، حرف الزاي. فريز منقله كمان فراولة. الصورة الرابعة عنا موز، حرف الزاي. خامس صورة جزر، أيضا حرف الزاي. آخر صورة عنا كرز. كرز. أصدقائي هيدي اللعبة كانت هينة، وأنا انبسطت كتير منكن وفرحت كتير إنكن ساعدتوني. خليكن معي، خلوا الورقة والقلم دايما قدامكن، وأنا بلاقيكن بفقرة التالية. صباح الخير. مساء الخير. تصبح على خير. إلى اللقاء. أهلاً وسهلاً. شكراً.
أصدقائي بهالتمرين بدي منكم تستعملوا ألوان، ثلاثة ألوان. أنا اخترت لون الأصفر، لون الأزرق، واللون الزهري. أنتوا فيكن تختاروا اللون اللي بيناسبكن واللي بدكن ياه. بس ليش؟ خلينا نشوف شو سؤالنا. أملأ الفراغ بما يناسب. بالجمل عندي فراغات، بدي أوضع مكان الفراغ ذا، أنا نقيتها باللون الزهري، زو باللون الأزرق، وزي باللون الأصفر. خلينا نقرأ أول جملة. والدينا لع. خلينا نجرب. العزازين خطأ. العزوزين خطأ أيضا. العزيزين صح. العزيزين. إذن اللون الأصفر استعملت. العزيزين. الجملة الثانية. سرير ه. منقول هزيز خطأ. هزوز أيضا خطأ. هزاز صح. هزاز أي بهز. هزاز. سرير الهزاز بنستعمله مع الأطفال، منهزلن تيناموا. تالت جملة. مزاج. كلمة مزاج صحيحة، لكن حرف الجيم مدد إيده. بهزاز عفوا بمزاج الألف ما عطت إيده، لكن الجيم عطت إيده. إذن بدنا نتأكد من زو أو زي. خلينا نجرب. مزوج خطأ. مزيج صح. خلطة مزيج. إذن بستعمل لون الأصفر. مزيج. مزيج الموز والفراز. الجملة الأخيرة. زو. خلينا نجرب. زازو خطأ. زوزو صح. اسم صبي زوزو. زو زو يلعب في الملعب. إذن أصدقائي شفنا حرف الزاي مع الأصوات الطويلة. زا زو زي. هيك أصدقائي بيكون خلص تمريننا اليوم. منكون تعلمنا كلمات جديدة مثل صباح الخير، مساء الخير، إلى اللقاء. عملنا مراجعة سريعة لحرف الزاي بالأصوات القصيرة ز زو زي، ومع الأصوات الطويلة ز زو زي. وهيك بتكون خلصت حصتنا لليوم أصدقائي. خليكن دايما معي ومتابعيني، لكن أنا بلاقيكن بحلقة مقبلة. إلى اللقاء. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر، أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر،
ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان، نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان، نراها في لوحة فنان. Hello my friends, how are you today? كيفكن أصدقاء اليوم؟ How is the weather today? It is snowy? Is it snowy? هل الطقس مثلج؟ Is it rainy? هل هو ممطر؟ Is it sunny? هل هو مشمس؟ Or is it windy? هل هو عاصف؟ Here it's windy, الطقس عاصف. I feel cold too, أنا كمان اليوم مسقعة. زياد is still sick. زياد بعده مريض. He went to see the doctor. راح تيشوف الطبيب. How are you today? انتو كيفكن اليوم؟ ان شاء الله ما حدا منكن يكون ساخن. How old are you? قديش عمركن؟ قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ I am 10 years old. أو 11, 11 years old. أو 12, 12. I am 12 years old. What are your hobbies? شو بتحبوا تعملوا؟ شو هي هواياتكن؟ فينا نقول I like painting أو I like drawing pictures. I like horseback riding. بحب أركب على الأحصنة. أو I like climbing. بحب التسلق. What do you like? What are your hobbies? بعد عندي سؤال إن شاء الله تكونوا بتتذكروه. Where do you live? وين بتعيش؟ أين تقيم؟ I live in Lebanon. أنا عايش بلبنان. إذا كنت عايش بسوريا بتقول I live in Syria. أو بالعراق I live in Iraq. أما اليوم أصدقائي، فاليوم بدنا نتعلم أشياء جديدة. بدنا نتعلم كيف نقرأ مع بعض، وبدنا نعمل مراجعة لأسماء الحيوانات يلي أخدينهم. Do you like animals؟ بتحبوا الحيوانات؟ I love birds. أنا بحب الطائر the bird. أو بحب مثل هيدا الطائر اللي عندي، بس I don't like to put it in a cage. ما بحب حطه بقفص. I like birds. I like free birds. يكونوا أحرار مش محبوسين بكيج. اليوم رح نقرأ عن هيدا البيرد ونشوف شو بده يعمل. بس قبل خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song. أنا برجع لكم. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. وهلا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأغنية. Did you like the song? أنا بحبها كتير. هلأ إجا الوقت نقرأ مع بعض. بدنا نقرأ عن هيدا البيرد. هيدا البيرد مثل كتير غيره عايش بكيج، عايش بقفص. بس ما بده يضل بالقفص، بده يطلع. He wants to be free. خلينا نجرب نقرأ مع بعض الكلمات والجمل اللي حطيتهم. منبلش the، أخذناها من قبل. تتذكروا قلنا قبل لما يكون عندي TH بالفظة ذ
بتصير ذا ذه وآذا. شو يعني طائر جمع طائر؟ birds birds. the birds و اي دبل ال ل ول ول فلي ف ل و اي فلي. لما يكون عندي دبل اي يعني اثنين اي بلفظها اي وبطولها بتصير ف ول و اي فلي. فلي يعني يهرب او يهربوا. the birds will flee بدهم يهربوا. they won't هون ال A لفظتها O و وال A لفظتها O صارت won't. won't to be مثل verb to be. they won't to be فر فر اي free. هون ف ول فل فلي. هون ف ور فر فري. فلي يعني يهرب. فري انه يكون او يكونوا احرار. they want to be free. هون want ال A شو لفظتها؟ او ما لفظتها A لفظتها او. بي want يعني بدهم يريد او يريدون بلفظها او. the birds will flee. قروا من وراي على صوت عالي. the birds will flee. they want to be free. they want to be free. بدهم يكونوا احرار. on on على the the on the t u h بلفظها the on the t r t r tr e tree يعني شجره. on the tree على الشجرة. بدو يكونوا أحرار على الشجرة. فإذا the birds و اي و ل will فل اي flee. they want to be مثل verb to be فر free. on the تر اي tree. they want to be free on the tree. أما هون فعندي د أو دو ن don't don't you س اي سي. مش شايفين انتو؟ ما بتشوفوا هالشيء انه هن ما بدهم يبقوا بالكيج، ما بدهم يبقوا محبوسين، بدهم يكونوا أحرار على الشجرة. don't you see؟ فإذا نرجع منجرب نقريها مع بعض. ركزوا معي أصدقائي. T و H بلفظة ذ ذ و أ ذ. birds the birds و إي و ل ول فل إي فلي. the birds will flee رح يهربوا. they و أو want want هون لفظت ال A O لما تكون بي want يعني يريد أو يريدون بلفظها أو. they want to be free free. on the tree tree. do don't don't you see see don't you see. هيدا سؤال. don't you see ما عم بتشوف هيدا الشيء؟ شو بيخلص السؤال؟ تعلمناها بالحلقة السابقة. بيخلص ب question mark. هون عندي جملة عادية. they want to be free on the tree point point عادية لأنه أنا ما عم بسأل ولا عم بتعجب، عم بحكي شيء عادي. don't you see عم بسأل أنا هيدا سؤال. بحط question mark علامة استفهام. أما هلأ أصدقائي فشو رأيكم نجرب نكتب بعض الكلمات يلي هن بيخلصوا بإي مع بعض مثل فل فلي فر فري تر تري س سي. معكم ورقة وقلم؟ حضروا حالكم. منبلش بأول كلمة سي. س
سي. شو عم بلفظ بالأول؟ س س the letter S. The letter S. بعدين سي إي يعني دبل إي. اثنين إي سي. فإذا عندي the letter S وعندي the letter E وعندي the letter E، ثلاث أحرف بيصيروا سي. أما هلأ فعندي فر فر فري ف the letter F بالأول، بكتب the letter F. فر ر the letter R. فري E double E فري. فإذا عندي أول حرف هو the letter F، ثاني حرف the letter R، ثالث حرف the letter E، ورابع حرف كمان the letter E. فري. أما هلأ عندي ت تري شجرة، ت عم بلش بالت the letter T. بعدين تر تر ر the letter R، بيرجع E تري. بلش ت the letter T، بيرجع ر the letter R، بيرجع E و E تاني لأنه عم قول تري، عم شد وعم طولها تري. شفتوا شو هينين؟ بدكم open your ears، افتحوا دينيكم منيح وصرتوا تعرفوا letters، وانتوا بتعرفوا كل letter كيف أنا بلفظه. سي فري تري. The birds will flee. They want to be free on the tree. Don't you see? إن شاء الله تكونوا تعلمتوني منيح أصدقائي. أما هلأ فبدي جرب أتذكر أنا وياكم بالحلقة السابقة أسماء الحيوانات يلي تعلمناهن. مين بيتذكر؟ جربوا تتذكروا خمس أسماء. Five animals. شو رأيكم أنا ساعدكم وفرجيكم ياهن؟ منبلش عند الكتاب هون، منبلش بأول animal هو كانجرو، حيوان الكنجر. بيرجع عند تاني animal lion، الأسد. عند تالت animal جيراف، الزرافة. بيرجع عندي penguin، البطريق. عندي swan، البجعة. عندي فوكس، ثعلب. عندي دولفين، دلفين. عندي شيب، خروف. بير، دب. وعندي elephant، الفيل. وبالآخر عندي monkey، القرد. لنشوفون على اللوح مع بعض. كانجارو، كانجارو. لاين، لاين. جيراف، جيراف. بانجوين، بانجوين. بير، بير. مونكي، مونكي. سو، سوان. فوكس، دولفين. ش، شي. sheep، elephant، elephant. sheep طلعوا فيها منيح، فيها مثل الكلمات اللي اخذناهم اليوم، شي اي دبل اي، والاس والاتش لفظناها ش، sheep، sheep، خروف. فاذا اصدقائي نقولون منيح، اكتبون على الدفتر عندكم، جربوا تتذكروا كل اسماء الحيوانات اللي اخذناهم، وجربوا تقروا لحالكم الكلمات، وجربوا كمان تكتبوهم لحالكم لأنهم هينين وتعلمناهم مع بعض اليوم. ولما تسمعوا اي دبل اي نسمع بالأول شو عم نلفظ ومنكتبهم مثل ما عملنا بنفس الطريقة هون. أنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة.
lion. Giraffe. Cow. Dog. Cat. Mouse. Rat. وهلأ يا حلوين بدنا نعمل مراجعة مع بعض. Revision. تتذكروا ميزي؟ Our friend ميزي علمتنا الـ opposites الأضداد. تعالوا نتذكرهم مع بعض. نرجع لعند ميزي. ميزي big، ميزي small. ميزي hot، ميزي cold، يعني hot حار، cold بارد. ميزي slow، بطيء. ميزي fast، سريع. ميزي black، أسود. ميزي white، أبيض. ميزي alone، يعني وحدة وحيدة. ميزي together، معا. ميزي thin، رفيعة. ميزي thick، سميك. ميزي push، تدفع. ميزي pull، تسحب. ميزي spots، يعني عليها نقط هيك. ميزي stripes، عليها الزيح بالشكل التالي. ميزي in، في، جوا. ميزي out، برا، في الخارج. ميزي happy، سعيدة. ميزي sad، حزينة. ميزي fluffy، منفوشة. ميزي spiky، مثل شعر السبايكي، نقطة هيك من فوق، حادة. أما هلأ عندي ميزي wet، رطبة. ميزي dry، جاف. ميزي stop. ميزي go. عندي ميزي day، نهار. ميزي night، ليل. ميزي tall. ميزي short. ميزي one. ميزي many. ميزي clean. ميزي messy. messy يعني فوضوي أو فوضوية. ميزي fly، تطير. ميزي swim، تسبح. ميزي young، يافع أو يافعة. ميزي old، عجوز. ميزي nothing، ولا شيء. ميزي everything، كل شيء. ميزي light، مضيء. dark، ميزي dark، مظلم. ميزي goodbye، إلى اللقاء ميزي. شو رأيكم هلأ مع بعض نجرب نكتب الأضداد يلي تعلمناهن؟ Open your eyes well، افتحوا عيونكم منيح واتطلعوا على اللوح. عندي أول كلمة big. big big هي بتوصف، يعني كبير. تتذكروا شو كنا نقول للصفة؟ صفة بالإنجليش يعني adjective. big شو عكسها؟ small، صغير. اكتب small. hot، حار يعني شوب. hot عكسه cold، بارد. slow، بطيء. ضده fast، سريع. black، اسود. ضده white، ابيض. عندي alone يعني وحيد او وحيده، والمعا together. عندي thin، رفيع أو رفيعة. thick، sleek. push، تدفع. pull، تسحب. أما هون عندي in، جوا. out، برا. عندي wet، رطب.
شو عكسها؟ dry جاف. عندي طول طويل عكسها short قصير. one واحد عكسها many clean نظيف والmessy فوضوي. young يافه شو عكسها؟ شو يعني عجوز؟ old nothing ولا شيء والكل شيء everything كل شيء. وبالآخر عندي light يعني مضيء dark مظلم. ما تنسون أصدقائي big small hot cold slow fast black white alone together thin thick push pull in out wet dry tall short one many clean messy young old nothing everything light dark. ما تنسوا الأضداد علمتنا إياهم صديقتنا ميزي. وما تنسوا شو تعلمنا اليوم، اعملوا لهم مراجعة أنتو. أنا هلأ بدي ودعكم نسمع لسونج قبل ما ننهي حلقتنا. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. What is this? This is a desk. Duh, desk. And what's that? That is a book. Buh, book. What is this? This is a pen. Puh, pen. And what's that? That is a folder. Folder. What is this? This is a rubber. Rubber. And what's that? That is a bag. Bag. أصدقائي المشاهدين، برحب فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة، وأنتوا تلاميذ كتير شاطرين. بعرف كتير منيح أنه أنتوا عم تكونوا مجتهدين وتكتبوا دايماً الأشياء المهمة اللي عم نتعلمها، وأكيد عم تفهموها كتير منيح. تأكدوا دايماً أنه تكونوا عم تكرروها حتى ما تنسوها، وتكونوا عم تفهموا الدروس اللي رح تجي بالحصص اللاحقه. بدي اياكم كمان تحضروا دفتركم والقلم، وبخط كتير حلو تكتبوا اليوم كمان شو رح نكتب على اللوح. وببدايه هيدي الحصه رح اترككم تستمعوا لاغنيه حلوه كتير، من بعدها منبلش بدرسنا لليوم. From 5, how much is left? If 2 is subtracted from 5, how much is left? From 2, count till you reach 5. 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5.
taking one number away from another. This is called subtraction, taking one number away from another. This is called subtraction. نبدأ هلأ بدرسنا لليوم. اليوم رح نعمل تمارين بدي اياكم انتو تحذروا اذا لازم نستخدم اسلوب الجمع addition او اسلوب الطرح subtraction addition or subtraction. ما تنسوا انه بالaddition يعني نحن عم نزيد ارقام على بعضها وبنستخدم هيدا الاشاره بنسميها plus والمجموع بيكون هو the sum بنسميها sum. بالsubtraction إشارة مختلفة هي minus لأنه نحن بنكون عم نحذف وعم ناخد عم نشيل والمجموع بنسميه difference. جاهزين؟ تعرفوا مزرعة جد الشهيرة يلي فيها كتير حيوانات يلي صرتوا تعرفوها كتير منيح، كل مرة جده بيروح بيجيب حيوانات جديدة بيودي حيوانات وكل مرة بيتغير عددهم. راح جدي اشترى 4 chicks دجاجات صغار 1 2 3 4 chicks. وبعد فترة رجع راح اشترى 5 ducks 5 وزيت 1 2 3 4 5. تنعرف قديش عنده in all، السؤال هو how many in all. يعني كلهم مع بعض الحيوانات. تنعرف شو لازم نعمل addition او subtraction هون؟ اكيد addition لانه جده جاب اول مرة 4 chicks زاد عليهم يعني plus addition he added 5 ducks. كرمال هيك لحتى نعرف how many in all المجموع بنجمعهم مع بعض بنحط بلس نكتب 4 أول مرة زاد عليهم يعني بلس 5 ducks 1 2 3 4 5 equals how many in all كلهم سوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 4 plus 5 equals 9. بهيدا المعادلة رح نعمل فإذا addition plus مش subtraction لأنه جده زاد حيوانات عنده وصاروا أكتر مشان هيك عم نشوف السم هي 9 يعني فينا نقول جده has 9 animals in all. ما تنسوا كلمة in all يعني مجموع كله سوا in all يعني المجموع كله مع بعض. مثال آخر كان في عند جدو 10 مايس يعني 10 فيران 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
عشر فيران 10 مايس. بس جده كان عم بيشوف انه هودي الفيران عم يأذوا له الحيوانات الثانيه وعم يزعجوهم لانه كثير صغار بيجوا بيصيروا ياكلوا لهم الاشياء، فقرر انه يتخلص منهم. بس جده ما قدر الا انه يتخلص من ثلاث فيران 1 2 3. قديش بعد في عنده فيران جدو؟ How many mice are there in all؟ هلأ عنده من بعد ما تخلص من ثلاثة، خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7. جدو بعد عنده 7 mice، لازم يروح يفتش عليهم ويحطهم كلهم مع بعض أو يتخلص منهم. أقولكم هون نحن رح نستعمل addition أو subtraction. أكيد subtraction. ليش؟ لأنه كان عنده هو رقم وشلنا منهم، حذفنا منهم رقم تاني وصار عنا the difference. خلينا فإذا نكتبها هون منقول 10، كانوا 10 mice بالأول، شال منهم جده 3 minus 3 equals قديش ضل عنده 7. 10 minus 3 equals 7. هون استخدمنا subtraction، حطينا الماينس ومنسميه للجواب difference، ما منسميه sum. متفقين؟ كتير منيح. كمان رح أعطيكم مثال. جدو رجع جاب 5 ostriches، يعني نعامة، جاب 5. 1 2 3 4 5. بعد فترة رجع جاب 9 ديرز، 9 غزلان غزال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سؤال هو How many in all جاب جدو على مزرعته؟ Ostriches و deers. لازم نجمعهم لأنه هو زاد حيوانات عنده، ما نقص الحيوانات، مظبوط؟ فإذا هون بنستعمل addition، بنحط plus sign تنعرف السم. خلينا نشوف، جاب هو أول شيء 5 ostriches، 1 2 3 4 5، نكتب 5 plus، زاد عليهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deers. الجواب هو in all، ما تنسوا in all يعني المجموع كله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. الجواب هو 14. جدو زاد 14 animals in all على مزرعته. واخر شيء جده راح وجاب 7 خواريف وحطن عنده. 7 sheep. 1 2 3 4 5 6 7. بس هودي الخواريف لما تركن شوي صغيرة لحالهم في 6 ران اواي، هربوا، 6 هربوا. 1 2 3 4 5 6. 6 هربوا. قديش بقى عنده؟ أقولكن هون بدنا نستخدم addition أو subtraction. أكيد subtraction لأنه نقصه، نقص عدد الخواريف، ناقص يعني ماينس، صار ماينس. كان عنده 7، ضاع منهم 6. 1 2 3 4 5 6. and the difference قديش ضل عنده؟ 1. هلأ صار عنده 1 sheep، بقي عنده 1 sheep left. هلأ صرنا نعرف كتير منيح أسلوب الجمع،
وأسلوب الطرح. اكتبوا هالأمثلة عندكم وخليكن معي منتبهين للفقرة اللي جاية. منتابع سوا بفقرة جديدة بحصتنا لليوم. في هذه الفقرة رح نتعلم فكرة جديدة بأسلوب الجمع منسميهم equals. equal عادة يعني يساوي، equals يعني يمكن رقمين بيساووا بعض. بس كيف حصلنا على هودا الأرقام؟ هلأ منشوف مع بعض. رح أعطيكم بعض الأمثلة من خلال البلوكس اللي عندي يهن هون على الطاولة. مثلا عندي 5 بلوكس لونهم أزرق، 5 بلو بلوكس، 1 2 3 4 5. رح اكتب 5 على اللوح وكمان حدهم. في عندي 2 بلوكس لونهم ريد، 1 2، يعني بلس 2. 5 بلو بلوكس بلس 2 ريد بلوكس، قد ايه بيطلع المجموع؟ equals 1 2 3 4 5 6 7. هذا هو the sum. تاني جهة في عندي 2 blue blocks، رح اكتب 2 plus 5 red blocks، 1 2 3 4 5 equals 1 2 3 4 5 6 7. منلاحظ إنه the sum is the same، نفسها هي. أول شيء 5 plus 2 equals 7 و 2 plus 5 equals 7. شو فينا نعمل؟ فينا بهيدي الطريقة نكتب 5 plus 2 equals، بدل ما حط 7 و 7 2 plus 5، لأنه بيطلعوا قد بعضهم. مظبوط، الجواب هو 7. إذا عملنا هيك الجواب هو 7، وإذا عملنا هيك الجواب هو 7. الإيكوالز هن يعني المعادلات اللي هي مجموعة بيطلع نفس الشيء، بتساوي بعضها. 5 plus 2 equals 2 plus 5. اتفقنا؟ رح أعطيكم أمثلة تانية. مثلا عندي 1 2 3 4 5 6 7 blue blocks، وعندي 3 red blocks، 1 2 3، يعني plus 3 equals، خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كمان عندي 2 blue blocks وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 red blocks، يعني 2 plus 8 قديش بيعطونا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لاحظت أنا أنه هون السم هي 10 وهون السم هي 10، قد بعضهم equals، يعني هيدي كمان 7 plus 3 equals 2 plus 8. مزبوط، لأنه اثنيناتهم مجموعهم هو 10. وبهالطريقة فيني اكتبهم 7 plus 3 equals، بدل ما حط 10 فيني حط 2 plus 8، لأنه هن رح يعطونا نفس المجموع، منسميهم equals equals لأنه بيتساووا. كمان مثال
نغير شوي الألوان. عندي أنا 1 2 3 green blocks 3 وعندي 3 orange blocks 1 2 3 equals 1 2 3 4 5 6 وعندي بعدين 1 green block وعندي 5 1 2 3 4 5 orange blocks 1 block plus 5 equals خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 كمان منلاحظ انه نفس السم 6 and 6 ساعتها فيني اقول كمان هولي هيدي equals هيدي يعني فيني اكتب 3 plus 3 equals 1 plus 5 يلي هو الجواب 6 منسميهم equals دايما لما نعد ونشوف انه نفس الجواب يعني هيدي المعادلة تساوي هيدي المعادلة This equation equals this equation. اتفقنا؟ دايما بنسميهم equals لأنه هن المجموع تبعهم مثل بعضه نفسه، فإذا هن كمان بيكونوا بيساووا بعضهم. مرنوا عليهم كتير منيح، حفظوهم وفهمون منيح، وخليكن منتبهين لنشوف شو في بالفقرة اللي جاية. Ten mice. Two ran away. We still have 8. Eight horses. Three went inside the stable. Five are still outside. We still have 5. وصلنا أصدقائي لآخر فقرة بحصتنا لليوم. هيدي فقرة الأشغال اليدوية ورح نعمل فكرة صغيرة وحلوة بتذكرنا بالشي اللي تعلمناه اليوم. تعرفوا أفير النحل بيهايف بيكون بهذا الشكل بيجوا وبيعيشوا فيه وبيعملوا العسل. تعرفوا أنه النحل بيعمل العسل. رح علمكن كيف نرسم نحلة أكيد بدنا نقصهم حتى نحطهم على البيهايف على بيتهم بنسميها بي نحلة اسمها بي حنرسم شكل بيضاوي للجسم تبعها وشكل دائري لراسها وأكيد ما بننسى أنه نحط لها العيون والجوانح نرسم النحلة بهيدا الشكل أنا رسمتها على كرتونة صفرة يلو كاردبورد وكمان أنا طويت هيدا الكرتونة لحتى ما يطلع لي نحلة واحدة بيطلع لي أكتر من نحلة لما قصها وهلأ رح أطلب أنا رح قصها بس أنتوا رح تطلبوا من حدا كبير ما هيك حتى ما تأذوا حالكم لأنه المقص ممكن أنه يأذينا ورح قص هيدي البي على الخط اللي أنا رسمته مع كل التفاصيل اللي رسمتهم الجوانح والجسم والرأس وكل شي تاني ممكن يكون بدها شوي صغيرة وقت لأنه فيها تفاصيل صغيرة بس معلش منطول بالنا ومنقص على مهنا وهيك أنا قصيت النحلة والنحلات اللي ورا لازم نحط لهم كمان الألوان يعني وجهن
لحتى يبينوا انه هن نحل. وهلأ صار عندي عدة نحلات وفوق على أول الأفير البي هايف في عندي ثلاث نحلات، واحدة قاعدة على هاي الجهة واثنين قاعدين على الجهة الثانية. One, two, three. يعني one plus two تعطيني three. تحت في نحلتين قاعدة من هاي الجهة ونحلتين قاعدين من هيدي الجهة. One, two, three. يعني two plus one equals three. 1 plus 2 و 2 plus 1 اثنيناتهم بيعطونا نفس الجواب يلي هو 3. شو منسميهم؟ 1 plus 2 equals 2 plus 1 منسميهم equals، مثل ما تعلمنا اليوم. انتو فيكن تزيدوا عدد النحل قد ما بدكن وتطبقوا هيدي الفكرة اللي تعلمناها سوا. عملوه علقوه عندكن والعبوا انتو واخواتكن بي الأرقام وتذكروها كتير منيح حتى ما تنسوها أبدا. هيك بتكون خلصت هيدي الفقرة وخلصت كمان حصتنا لليوم. بس قبل ما ودعكن رح أترككن مع أغنية حلوة كتير، خلينا نستمع لها ومن بعدها بقلكن إلى اللقاء. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four the sum. Adding three plus three equals six the sum. Adding four plus four equals eight the sum. Adding five plus five equals ten the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12. Adding seven plus seven, the total is 14. Adding eight plus eight and the total is 16. Adding nine plus nine and the total is 18. Adding 10 plus 10 and the total is 20. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum.